بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم إزاي نزيل خلفية أي صورة لثواني باستخدام الذكاء الصناعي. ندخل على موقع removal.ai. تمام، removal.ai. تشوز الفوتو، بنختار صورة بنحملها من على الجهاز. زي ما احنا شايفين دي صورة كاملة بخلفية واضحة. في ثواني بالظبط هيكون حدد الكراكتر الموجود في الصورة ويشيل الخلفية كلها من غير بقى وجع قلب ولا فوتوشوب، ونقعد نعلم في ثواني. زي ما احنا شايفين نتيجة مذهلة. نعمل داونلود. زي ما احنا شايفين كده الصورة ممتازة من غير اي لوجو من غير اي حاجة. في الثواني باستخدام الذكاء الصناعي، موقع مجاني.